بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أهلا وسهلا أعزائي المتابعين في حلقة جديدة هنتكلم فيها عن علامات تحذيرية تدل على وجود ورم في المخ. وإن عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك والانتساب للقناة، وده هيكون شرف لينا لانضمامكم لأسرة قناتنا المتواضعة. مستنين أسئلتكم واستفساراتكم. الدماغ من أهم أعضاء الجسم، وتبدأ بعد الأورام الخبيثة التي تسمى سرطان الدماغ الأولى، وينتشر أحيانا من جزء آخر من أجزاء الجسم إلى الدماغ. سنذكر لكم بعض الأعراض والعلامات التي تدل على وجود ورم في الدماغ، وقد تختلف الأعراض أيضا اعتمادا على مكان نمو الورم في الدماغ ومدى حجمه وفقا لما ورد في موقع هيلسي لاين. أول حاجة هنتكلم عنها الصداع. من الأعراض المنتشرة التي تصيب نحو 50% من المصابين بأورام المخ، ويمكن لورم الدماغ أن يضغط على الأعصاب والأوعية الدموية الحساسة. قد يؤدي هذا إلى حدوث صداع جديد أو تغير في نمط الصداع القديم، زي ألم مستمر ولكنه ليس مثل الصداع النصفي، ألم أكثر عندما تستيقظ في الصباح، قيء أو أعراض عصبية جديدة. يزداد الأمر سوءا عند ممارسة الرياضة أو السعال أو تغيير الوضع. لا تساعد المسكنات التي تصرف دون وصفة طبية على الإطلاق، حتى لو كنت تعاني من الصداع أكثر مما اعتدت عليه أو كان أسوأ مما كان عليه من قبل، فهذا لا يعني أن لديك ورما في المخ. ففي بعض الحالات يصاب الأشخاص بالصداع لعدة أسباب، منها تخطي وجبة أو قلة النوم أو السكتة الدماغية. نوبات الصرع، يمكن أن تضغط أورام الدماغ على الخلايا العصبية في الدماغ، وقد يتداخل هذا مع الإشارات الكهربائية ويؤدي إلى نوبة صرع، وتكون النوبة أحيانا أول علامة على وجود ورم في المخ، ويعاني حوالي 50% من المصابين من نوبة واحدة على الأقل. لا تأتي النوبات دائما من ورم في المخ، بل قد تشمل أسباب أخرى، تغيرات في الشخصية أو تقلبات مزاجية. يمكن أن تؤدي الأورام في الدماغ إلى تعطيل وظائف المخ، ما يؤثر على شخصيتك وسلوكك، فضلا عن أنها يمكن أن تسبب أيضا تقلبات مزاجية غير مبررة. فقدان الذاكرة والارتباك، قد تكون مشاكل الذاكرة بسبب ورم في الفص الجبهي أو الصدغي، وبالتالي يؤثر الورم في الفص الجبهي أو الجداري وأيضا على التفكير واتخاذ القرار. على سبيل المثال، من الصعب التركيز ومن السهل تشتيت الانتباه، غالبا ما تكون مرتبكا بشكل الأمور البسيطة، لا يمكنك القيام بمهام متعددة وتوجد صعوبة في التخطيط لأي شيء. مشاكل في الذاكرة قصيرة المدى، ويمكن أن يحدث هذا مع ورم في المخ في أي مرحلة، ويكون أيضا أحد الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي أو الإشعاعي أو علاج السرطانات الأخرى. وقد تحدث المشكلات الإدراكية الخفيفة لأسباب مختلفة غير ورم المخ، حيث يمكن أن تكون نتيجة لنقص الفيتامينات أو الأدوية أو الاضطرابات العاطفية. الإعياء، الأعراض المنتشرة بين الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بورم في المخ، حتى مقدمي الرعاية يمكن أن يصابوا بالاكتئاب خلال فترة العلاج، ويتمثل في استمرار مشاعر الحزن لفترة أطول مما يبدو طبيعيا بالنسبة للموقف، فقدان الاهتمام بالأشياء التي كنت تستمتع بها، نقص الطاقة وصعوبة النوم والأرق، أفكار وإزاء النفس أو الانتحار، الشعور بالذنب أو الندم أو انعدام القيمة، ضعف وتنميل. يمكن أن يحدث الشعور بالضعف، وذلك لأن الجسم يقاوم الورم، حيث تسبب بعض الأورام المخ تنميلا أو وخزا في اليدين والقدمين، ويحدث هذا في جانب واحد فقط من الجسم، ويمكن أن يشير إلى وجود ورم في أجزاء معينة من الدماغ. يوصي خبير الأعصاب برؤية الطبيب إذا عانى المرء بواحدة أو أكثر من العلامات الآتية. النوبات العصبية، يمكن للورم أن يستثير الخلايا العصبية في الدماغ بشدة، ما يؤدي إلى حدوث نوبات عصبية. التغيرات في الحالة العقلية، ربما يعاني المرء من تشوشا إدراكيا فيمر بحالات ضعف ذهني لا يستطيع معها تفسير فاتورة مطعم. أن القدرات العقلية تتفاوت بين شخص وآخر، فإن التغيرات التي تطرأ عليها تكون متفاوتة كذلك. تغيرات في الشخصية أو السلوك، أورام الفص الجبهي تحديدا يمكن أن تتسبب في جعل الأشخاص المبتهجين يصابون بتبلد المشاعر، أو تجعل بعض الأشخاص الهادئين في العادة أكثر سرسرة وميلا إلى الحديث، كما أنه يمكن أن يتسبب أيضا في فقدان الكبت. فقدان التوازن، قد تؤدي أورام جذع الدماغ إلى فقدان التوازن أو حدوث حركات خرقاء. مشاكل بصرية، حدوث ورم في منطقة الدماغ المتحكمة في البصر، قد يؤثر في الرؤية فتصبح غير واضحة أو مزدوجة، وقد يؤدي هذا الورم إلى فقدان البصر.
ضعف الأطراف، قد يكون فقدان القوة أو حدوث ضعف في الذراع أو الساق من أعراض الإصابة بورم في الدماغ. الصداع، معظم حالات الصداع ليست ناجمة عن ورم في الدماغ، ولكن الصداع الناجم عن ورم في الدماغ قد يستمر لأكثر من بضعة أيام ويكون مصحوبا بالغثيان والقيء. قد يحدث هذا في الصباح الباكر. النقائل الدماغية، من المثير للدهشة أن معظم أورام الدماغ الشائعة لا تبدأ في الواقع في الدماغ، وإنما تنتقل إليه على شكل نقائل دماغية من أجزاء أخرى من الجسم، وفي أغلب الأحيان من الرئتين أو الثديين أو الجلد أو الكلى أو القولون. وضرورة أن يرجع للفحص أي شخص لديه تاريخ عائلي معروف من هذه السرطانات ويظهر لديه أي أعراض من الأعراض العصبية. وفي النهاية نرجو أن نكون ما قدمناه من علامات تحذيرية تدل على وجود ورم في الدماغ قد حاز على إعجابكم، فتابعونا على القناة وعلى صفحتنا على الفيسبوك للتعرف على كل ما هو جديد في عالم الصحة والجمال. وإلى اللقاء في فيديو جديد ومعلومة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.